لمزيد من التفاصيل انضم الينا عبر الهاتف من برلين الالمانيه الاستاذ فواز تلو، مدير مركز افاق مشرقيه للدراسات. اهلا بكم استاذ فواز الى هذه الجوله الاخباريه. موسكو تقول انه لا مكان في سوتشي لمن يريد رحيل الاسد فورا. كيف يعقل للمسؤولين الروس ان يشترطوا هذا الشرط، لا سيما ان المؤتمر يعقد تحت يعني يافطه الحوار السوري؟ اخي الكريم مرحبا بك. كل يعني الروس سألت كيف تجرأوا على هذا الطرح. في الحقيقة هذا الطرح لم يتجرأ عليه الروس إلا عندما تجرأ عليه الآخرون، وأعني بذلك رعاة جنيف المجتمع الدولي على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، عندما طرحوا ذلك ولو بشكل غير مباشر. الأمر الثاني، تجرأ الروس لأن حلفاء الثورة السورية المفترضين وافقوا على ذلك بشكل من الأشكال الجميع. ندرك ان تركيا اليوم هي جزء من اسيتانا وهي ضامنه الى جانب ما يسمى ضامن التطور الروسي الايراني اليوم لقوى احتلال ارهابيه، باتت ضامنه لمثل هذا الامر، اعلن على الموضوع بسوتشي. اذا تركيا بشكل من الاشكال قابله بهذا الحل. وكواليس السياسه تقول ذلك. السعوديه كذلك يعني بالنتيجه ببعض التصريحات والتصريحات هنا وهناك، وتركيبة مؤتمر الرياض هيئة التفاوض الأخيرة بعد مؤتمر الرياض 2 أيضا توحي بذلك. إذن الروس يقومون بترجمة عملية واقعية مباشرة لكل ما يجري في الكواليس وفي الخفاء من تفاهمات دولية على حساب الثورة السورية لصالح النظام السوري ورأس النظام السوري وبنية النظام السوري الطائفي. نعم يعني هناك 40 فصيلا مسلحا من المعارضة بإضافة للمعارضة السياسية رفضوا المشاركة في مؤتمر سوتشي. برأيك هل لهذا الرفض ثقل في مؤتمر سوتشي وقد يفشل مؤتمر سوتشي، أو أن مؤتمر سوتشي قائم وسيفرض على الشعب السوري ما سيخرج عن هذا المؤتمر؟ مؤتمر سوتشي قائم وسيفرض على الشعب السوري، كما قلت التحالفات الإقليمية والدولية بما فيهم يعني حلفاء الثورة يعني في تفاهمات في هذا الإطار. إذا القرار الدولي بهذا الإطار واضح أنه لا، نعم مؤتمر سوتشي بمدخلاته ومخرجاته غير شرعي ولا يمثل الثورة السورية، ومن سيذهب له سيطعن الثورة السورية بوجهها وليس بظهرها بالعيد. ولكن يعني ذكرت 40 فصيل قالوا لا وإلى آخره. اخي الكريم قبل كل مؤتمر قبل جنيف قبل اسيتانا لا ما بفرق ابدا عن سوتشي، نفس المسار ونفس الرعاة ونفس القصه ونفس الى اخره. اليوم سوتشي هي نتيجه لاسيتانا ونتيجه حتى لجنيف، وبالتالي اخي الكريم كل هذا الرفض الذي كنا نسمعه قبل كل مؤتمر كان يتم امتصاصه، ونفس معظم الرافضين بيروحوا وبيلاقوا المبررات في الاخير يعني ما اكثر المبررات عندما يسود النفاق والكذب السياسي يعني ويصبح هو الامام وهو جوهر ما يسمى مفهوم سياسي عند البعض. نعم الفصائل الموجوده على الارض، يعني هل استاذ فواز الفصائل الموجوده على الارض هل ستسكت هذه الفصائل غصبا، ام اننا سنشهد يعني تطور جديد في الثوره السوريه بعد اسكات او عمليه فرض على المعارضه السياسيه؟ أخي الكريم نحن بحاجة منذ اليوم إلى الثورة قيادة حقيقية عسكرية وسياسية. أنت قلت 40 فصيل، بس يكون عندنا بالشمال السوري فقط رأس واحد وقوة عسكرية واحدة، ومثلها في الجنوب السوري ومثلها في الغوطة الشرقية، هي ثلاث نقاط الأساسية اليوم عندنا مع المعارضة. عند ذلك يمكن أن نقول أن لدينا قيادة عسكرية واحدة. عندما يكون لديك هناك شركاء سياسي ثلاث اربع سياسيين مو اكثر بالاخير مع هؤلاء اثنين ثلاثه قاده عسكريين بشكل قياده الثوره، عند ذلك نستطيع ان نقول لدينا قياده حقيقيه للثوره السوريه، نستطيع ان نخرج من هذا المازق، نستطيع ان نفعل الكثير ونتجاوز الانتكاسات ونعيد الثوره الى ألقها ونعيد الانتصارات العسكريه ومن ثم السياسيه على الارض. نعم الاستاذ وجود 40 فصيل بوجود الى اخره يعني هون وهيك والى اخره، نحن عم نحكي عن حركات يعني ساذجه بالاخير عباره عن عن عن, عن عياط وصراخ لن يؤدي الى شيء. ولكن ايضا مؤتمر سوتشي وكل ما يفرض على الثوره السوريه اليوم وهم انه سيؤدي الى نهايه ما يجري في سوريا، الصراع مستمر وطويل وسيطال كل المنطقه وسيفجر كل المنطقه بما فيها دول اقليميه التي
اليوم تبحث عن يعني سلامتها باي طريقه بالهي وتظن ان قتل الثوره السوريه هو اعاده انتاج النظام هو الحل. لن تنتهي الثوره، ستاخذ اشكال مختلفه، الصراع مستمر، المنطقه تفجرت وانفجرت وسينفجر جميع هذا اللغم الذي وضعه الثوره. وصلت الفكره. الاستاذ فواز تلو مدير مركز افاق مشرقيه للدراسات كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.